المشهد يبدو غير اعتيادي بمدارس المملكة في زمن كورونا، اكتظاظ للطلبة خارج قاعات الامتحان وسط إجراءات وقائية للطلبة فور دخولهم إلى القاعات في أول أيام التوجيه الذي يشارك به أكثر من 178 ألف طالب وطالبة في الفروع كافة. يعني جوا فيه بس إنه برا لا، تعالي يلا بسرعة، برا كان إنه لا مع بعض الناس، بس عرفنا إنه كل واحد بالقاعة في عدد معين وفي جلوفز وكمامات وكل إشي وقاسوا حرارتنا، كتير صراحة ارتحنا نفسيا. كمامات أعطونا إياهم أول ما دخلنا وقاسوا حرارتنا وكتير كان الجو مطمئن. وزارة التربية والتعليم وضعت دليلا إرشاديا صحيا للطلبة بما يراعي التوازن ما بين الشروط التعليمية والصحية أثناء أداء الامتحان. هناك كان ضيق، كان هناك توتر، كان هناك خوف، كان هناك قلق، لكن بلا شك أن الأهالي أثبتوا وكما يثبت الأردنيون جميعا دوما على أنهم كانوا على قدر كبير من المسؤولية، أولا بالتزامهم بالشروط الصحية وثانيا بدعم أبنائهم وبناتهم. وفي أولى الجلسات الامتحان الثانوية العامة امتحن طلبة الفروع الأكاديمية ومعظم الفروع المهنية في مبحث الرياضيات، وتم تمديد وقت الامتحان إلى 20 دقيقة. كان سهل نوعا ما، بس انه يعني دقيق شوي، اكيد اللي يعني زي ما حكت دارس هو بس اللي رح يقدر يجتازه. الحمد لله كان الامتحان كتير منيح والمريح وكان الوقت كمان ممتاز. فيما اشتكى عدد من الطلبة من قصر وقت الامتحان وطريقة وضع الاسئلة. كان 40 دائرة على ساعتين، ما كفى الصراحة الوقت. كان كتير صعب، ليش؟ مش عشان هو الاسئلة صعبة، الوقت ما بكفي. احنا عنا مستويين والأسئلة مش خطوتين وثلاث خطوات، لا الأسئلة بتحتاج أكثر، فإحنا أبداً الوقت ما كان مكفي. وتنتهي امتحانات الثانوية العامة في 23 من هذا الشهر، فيما تبدأ عملية التصحيح مباشرة بعد كل امتحان. صورة من صور العودة إلى الحياة التدريجية، ففي هذه المدارس التي أغلقت لأشهر أمام الطلبة تعود لفتح أبوابها من جديد لعقد امتحان الثانوية العامة بنسخة استثنائية في ظل إجراءات وقائية واحترازية بسبب فيروس كورونا. محمد الفايز، المملكة، عمان.